السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. نزول عند الرغبة ديال بعض الأصدقاء ديال القناة، قالوا لي أخويا تكلم لنا على ألمانيا وإيطاليا وبغينا نعرفوا علاش زعما مش كنتي في ألمانيا ورجعتي لإيطاليا. فعلا أنا كدوز واحد سنتين تقريبا، جاية سنتين قل شهر ولا أقل شهرين تقريبا في هاد العامين كدوزها، وتمشي كتمشي مرة تمشي عند شي أصدقاء تماك، راه عندك أسبوع 15 يوم كتر عاوتاني ترجع لطاليا. ولكن المدة اللي ريحت فيها بزاف تقريبا جاية شي عامين كتريحت فيها، يعني بديت نشوف بديت نعرف شي حوايج، بديت كتغافل عليهم. مثلا في الأول كنت نقول ألمانيا بلاد كذا، يعني بلد غني على إيطاليا وبلد كذا، سي فعلا بلد صناعي كبير وبلد غني كبير، ولكن بالنسبة للناس اللي ما عندهمش أوراق اللي حارقين، سيرتو للناس اللي حارقين اللي تقصد أنا المسكين بلا أوراق بلا والو، راه صعيب الحال، الحال صعيب بزاف الصراحة. ديال عندك أول حاجة بعدا كاين المسألة ديال الجو ديال المناخ، ألمانيا باردة بزاف على إيطاليا، ولو أن إيطاليا كاين شي مناطق تما ديال الشمال راه فيهم البرد شوية، طلع من ميلانو طلع الفوق راه شوية كاين شوية البرد قاصح، ولكن ألمانيا بزاف قاصحة بزاف صراحة. ديال كما قلت لكم بالنسبة للإنسان اللي حارق صعيبة ليه، على أولا المناخ، اولا فرص الشغل يعني النوار، يعني في النوار كاين نوار ماشي ما كاينش نوار، كاين كذلك كاين في المانيا، ولكن خصك تعرف عباد الله بزاف، خصك يعني تبغي شويه ديال الوقت مش بحال ايطاليا تبغي الوقت بزاف. وحاجه اخرى يعني كاين استغلال بشع بصراحه بواحد الطريقه بشعه، كتنصح يعني زعما ايطاليا كتغلط واحد القضيه كان يحسب لي راه ايطاليا بوحدها اللي فيها الاستغلال يعني ديال الاجانب ويعني الخلاص ديالهم بابخس الاثمنه تيخلصوهم يعني 4 اورو الساعه 3 اورو الساعه، كيتسمعوا كانوا يمشوا مغاربه مثلا في وجهه تيخدموا في مطيشه، يعني واحد الظروف يعني غير لائقه، كانوا يخلصوهم مثلا 4 اورو ولا 5 اورو، كان يقدر يتخلص كاع حتى ب 7 اورو، ولكن في واحد الظروف يعني في العايشين ما كاين لا سكان ما كاين دوش ما كاين نظافه ما كاين والو، يعني تكرفيس. كنت كتحسب لي انا في الاول يعني غير ايطاليا بوحدها فيها الدول هادو الاوروبيه اللي فيها هذه المساله، ولكن ملي طلعت في المانيا بديك عامين اكتشفت بان حتى في المانيا كاين استغلال ديال الاجانب بصراحه، كاين واحد استغلال كبير ديال الاجانب سيرتو الناس اللي ما عندهمش الوراق، وكاين استغلال كذلك ديال الاجانب اللي دايرين مثلا اللجوء في المانيا، وداكشي حتى هما مستغلين تما بواحد الطريقه، سيرتو دوك الصوماليين الافارقه بجميع الانواع ديالهم تما تمايا، وكذلك المغاربه التوانسه الجزائريه كلشي مستغل اللي ما عندوش وراق، تنهضر اللي ما عندوش وراق. المانيا اول حاجه خصك تعرفها هي انك خصك اللغه الا ما كتعرفش اللغه راه صعيب الحال وتستغل اكثر، يستغلوك اكثر تما، يعني اللغه خصك تقول اللغه مزيان. ايطاليا واخا هكاك واخا الانسان تيجي ما عندوش اللغه وداك الشيء مهم تلقى، ماشي بحال المانيا الصراحه. ديال من خلال التجربه ديالي المانيا صعيبه بزاف للناس اللي ما عندهمش الوراق، وحتى الناس كاع اللي عندهم وراق ولا عندهم كاع جنسيات نعرفهم راه مشاو لقاو صعوبات لقاو الخدمة لقاو بالله بغا يقادو المسائل ديالهم غادي يبداو يستقروا ان شاء الله، ولكن المسألة تطلب وقت كبير بزاف. مثلا ايطاليا مثلا فيها واحد المسألة مثلا مزيان، يعني اذا ما عندوش وراق ما كاين سناتوريا ما كاين قانون ما كاين والو، ما كاينش كونترادات ما كاينش سناتوريا ما كاين والو. كاين مسألة ديال الزواج في ايطاليا، تنظر وقيلا البلد الوحيد الاوروبي الوحيد اللي باقى فيه المسألة، انك تلاقيت مع شي انسانة او بنت تلاقات مع شي انسان مثلا ايطالي مثلا وتزوجوا راه تيصيبوا الوراق ديالهم، ما تلقاش مشاكل وما كاينش رجع للبلاد ديالك سير هو المغرب وعاد رجع، ولا تنظر وقيلا ايطاليا الوحيدة اللي باقى فيها المسألة، هاد المسألة اللي ما كايناش في المانيا. المانيا تلاقيت كاع ماشي انسان انك تزوج بها مثلا وتفاهمتو
ضروري خصك تهود المغرب. هو لهوتي المغرب يعني راه تتبقى بين قوسين، يا اما لك الانسان يعني تقف معك بصح، ويا اما ان تقدر تخلى عليك مثلا تلقى شي عراقيل في بلادها في المانيا ديال السكن ديال الخدمه، وقدروا يقولوا لها شي حوايج خصك تجيب شي حوايج وكذا، وشي راه شفناه وعرفناه. وعاد في المغرب خصك الانسان متعود المغرب خصو يدخل المدرسه ويقرا اللغه الالمانيه ويدير شهادات ويتسنى واحد 6 شهور ربما كاع حتى العام، هادي الى الامور غادي مزيانه على ممكن انه غادي عاود يرجعوا ثاني من جديد لالمانيا. ايطاليا هي تنظن وقيل البلد الوحيد اللي كاين في اوروبا اللي ما كايناش هذه المساله هذه، يعني اذا تلاقيت مع شي انسانه او شي انسان بالنسبه للمراه مثلا تلاقيت مع شي انسان ايطالي مثلا بغا يتزوج بها ما تلقاش مشاكل، وكذلك المغربي مثلا او تونسي او جزائري مثلا ما كاينش هذه المشاكل. تلاقى مع شي انسان مثلا ايطالي تتزوج بها ما كاين حتى شي مشاكل، وتصيب الوراق ديالو ما كاين حتى شي مشكل. لذلك اللي بغيت نقول بان بالنسبه للانسان اللي حراق خلاصة ديال هادشي كامل انه نفضل ليه انه يريح في ايطاليا ويقعد في الوراق ديالو. المانيا صعيبة، يقدر يعيش فيها النوار مثلا وتكون عنده كاع العائلة، ولكن راه يبقى ديما عايش بلا اوراق. كاين الناس اللي عرفت شتهم انا تما كاين اللي عنده 20 عام في المانيا بلا ورقة بلا جوج، عراقيين سوريين كاين اللي قدام تمايا ما عندهم لا ورقة لا جوج وعايشين تما، ولكن عايشين نوار ما حياة ما حتى شي حاجة الصراحة ديال زيادة على الجو اللي ديال الكآبة وديال الناس المراض بصراحة في ألمانيا أغلب المراض الناس كاين الناس بزاف المراض عندهم أمراض نفسانية تعانيو من أمراض نفسانية، وراه تشوفهم في الشارع تنشوفهم موك تنشوفهم بزاف عباد الله مراض، ويعني تيبان لك بأنهم راه مراض. وهذا اللي بغيت نقول بأن بالنسبة لألمانيا بالنسبة للإنسان حراق راه صعيبه ليه حتى كاع كاين تلاقيت ماشي مغاربه وتلاقيت دايرين مثلا اللجوء وكلهم تتشكاو ليا، يعني ما عجبهمش الحال واحد مهم حتى الماكله يعني ماشي شي ماكله مزيان، كيعاودوا ليا بانهم ما تعطيهمش الماكله مزيان هادو اللي طالبين اللجوء. تنقول لك كاين مغاربه اللي دايرين مثلا طايحين بانهم سوريين وكذا، وهادي قبلوا لهم داك اللجوء الانساني ودخلوهم مثلا دوك المؤسسات اللي كاينه، تعاودوا لي كلهم تيتشكاو من ديك الماكله اللي تعطيهم، يعني الماكله ماشي حاجه مزيانه. حتى في الخلاصه اللي كنت تعطيهم ديك 350 يعني قالوا لي ما بقاش يعطيهم، حبسوا عليهم عرفوهم وقيلا بانهم مغاربه بانهم ما يستحقوش انهم يديروا اللجوء. بالنسبة مثلا الطوبيس ترونسبور هذه بين تنقول للإنسان اللي غادي حارق راه صعيب تمايا، الكونترول على الجهد بصراحة كاين الكونترول بزاف، يعني خلص البي ديالك أو دير أبونمون شي حاجة، الأبونمون غالي بالمقارنة مع إيطاليا غالي بزاف. عندك حتى التليفونات وهادشي تا هما غالي بزاف تما في ألمانيا على إيطاليا راه الرحمة بصراحة من ناحية ديال الترونسبور، إنسان تقدر يمشي ثابت يعني قليل تيكون الكونترول ماشي بواحد الكثافة بزاف. مؤخرا دابا ولينا كنشوفو بأن الكونترول ولا بزاف، دابا في إيطاليا ولا الكونترول تحرك بزاف ديال لا بوليس ولا الطوبيسات ولا الكونترول ولا شوية بصح بانت بأنه كاين واحد الحمله شويه. هذا اللي بغيت نقول بان بالنسبه للانسان اللي حارق، لان الاخوان هادو ربما باقيين في المغرب هادو اللي سولوني وباغيين يجيو اوروبا وما عارفينش واش المانيا احسن ولا ايطاليا احسن ولا فرنسا احسن. المهم هما كانوا سولوني على المانيا، هضرنا على المانيا ولا ايطاليا. هذه هي الفكره ديالي. تنفضل بالنسبه للانسان، حنا تنهضروش على الناس اللي غاديين بالوراق ديالهم ولا غاديين يقراو ولا غاديين خدامين، هادو واحد الكاب وحدهم، هادو ما تنهضروش عليهم. هادو بيان سيغ راه بنادم راه غادي مستابيليزين ما عنده حتى شي مشاكل، غادي يخدم او غادي يقرا، ما تنهضروش على الناس هادو اللي غاديين يقراو ولا غاديين يخدموا. ديجا غاديين ريغولا من المغرب مثلا غاديين المانيا اوكي ما كاينش مشاكل، الانسان يقدر يستقر يقدر يخدم ويخدم ويتعلم اللغه يخدم مزيان وغادي يتخلص مزيان، وممكن انك تخدم حتى جوج خدام في المانيا ماشي خدمه واحده، يعني ممكن جوج خدام تقدر تخدم ماشي مشكل. لحقاش كاين واحد الوقت عندهم واحد الوقت شويه تقريبا راه جاي تقريبا داك التوقيت كنديا ولا. المهم هادشي اللي بغيت نقول
اللي ما عندوش اللغه حارب وما عندوش اللغه راه تيتكرفص الصراحه ديال راه تيتكرفص قدر يدير اللجوء واش من لجوء ما لجوء ما والو يعني الاخلاص لا المهم راه كل وصافي وناس وصافي راه ماشي حياه انسان ما غاديش مخلي بلادو وغادي يتا تما باش ياكل ولا يشرب راه يبقى في بلادو من الاحسن يبقى في البلاد ديالو وكما قلت لكم كاين استغلال من ناحيه من واحد اللوبي كاين تما ديال الناس اللي تيشغلوا عباد الله اللي تدخلوا في هادشي ديال الاشغال مع الشركات الكبار وهادي وتستغلوا الاجانب بصفه عامه تستغلوهم وتدخلوا دايرين كوبيراتيفا كاين بزاف دايرين كوبيراتيفات ومهم تستغلوا عباد الله بزاف وما تخلصوهمش كاع بالخطرات كاع يقدروا ما يخلصوش او يخلصو بشي ثمن قليل ولكن جربت هذه المساله هذه المهم ما عليناش هذه قصه بوحدها وعرفت شفت شي حوايج وعرفت شي حوايج بانه كان استغلال كاين استغلال كبير ديال الاجانب اللي ما عندهمش الاوراق لذلك بالنسبه لي انايا تنفضل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاوراق وجاي حارب مثلا وما عندوش اوراق وحارب وكذا هذه تنفضل انه يريح في ايطاليا ما دام يدير في المانيا صعيب الحال الا لقيتي كما قلت الزواج هو اللي كاين وحتى دابا راه ايطاليا تقريبا الزواج هو اللي كاين ما كاينش حاجه اخرى من غير الزواج انه يصيب بها الانسان الوراق اللي حنا تنشوفوا سناتوريا ما كايناش ديكريتو فلوسي ما كاينش هو كاين وما كاينش ما بقينا فاهمين حتى حاجه تنشوفوا بانه الوزير ديال الداخليه تقول بانه وقع على عقود ديال العمل ولكن حتى الساعه ما كاين حتى حاجه ونورمال مورا الوقت ديال المرة فات لطرونتيان في الشهر اللي فات كان خصهم يبداو حنا دخلنا دابا في شهر جوج دابا وباقي مكاينة حتى شي حاجة مهم لذلك بالنسبة للدراري اللي باغي اللي حارقين كدا من الأحسن يبقاو ما عندهم الورقة الأول من الأحسن يبقاو في إيطاليا ربما أنهم يتزوجوا يلقاو شي إنسان سيرتو الناس الدراري اللي باقي مثلا صغار مثلا لقاو شي انسان يتزوجوا بها راه هي الحل الوحيد هو الزواج اللي كاين دابا هاد الساعه هادي نتمنوا انه يتحل شي قانون وتكون شي قانون او شي سناتوريا او شي حاجه من هاد القبيل اللي تفك هاد العقده ديال بزاف مساكن اللي كاينين هنا لا اللي خدامين في بعض انتي لا اللي خدامين في الاشغال الموسميه كذلك الاعمال الموسميه بزاف ديال عباد الله راه محبوسين اليوم الاوراق محبوسين اليوم هذا ما نتمناه هذا هو الراي ديالي الاخوان ديالي اللي سولوني على ايطاليا والمانيا بالنسبه اللي غادي بالوراق ديالو خدام المساء ديالو واخا تمشى ماشي مشكله المانيا راه مزيانه ماشي وتتعرف تهضر اللغه مزيان راه تخدم مزيان ما تعرفش تهضر مزيان ما تعرفش اللغه راه غادي يستغلوك وما كاينش حاجه وبالنسبه اللي حارق راه من الاحسن يبقى في ايطاليا لان في هذه المساله ديال الزواج كما قلت سابقا وهذا مكان والى حلقه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.